الكحول اذا زاد عاد صعيب. ستسلم هذه الدفعة الأولية للأطباء والاستشفائيين بالقطاع الصحي، تاليها إن شاء الله أيضا دفعات أيضا أخرى من هذه المحاليل تعاونا وإسهاما من قطاع التعليم العالي إلى قطاع الصحة لمواجهة فيروس كورونا بولاية الجلفة. هي المرحلة الثانية، في الواقع في الأسبوع الماضي تم تحضير كمية أخرى، واليوم هي عملية توزيع. كل 72 ساعة تتم عملية توزيع على المستشفيات. هذا المحلول المعقم محضر وفقا لمواصفات المنظمة العالمية للصحة اللي هي OMS. يتوفر مختبر البيولوجي على تجهيزات متطورة تمكنهم من الكشف وتحليل والتحاليل الطبية اللازمة للتعرف على هذا الفيروس. إدارة الجامعة وضعت تحت اللجنة القطاعية المشكلة من التعليم العالي ووزارة الصحة قائمة بالتجهيزات الطبية الدقيقة المتخصصة في الكشف عن فيروس كورونا. اللجنة ستزور جامعة الجلفة إن شاء الله بداية هذا الأسبوع.